أرقى في الاستعدادات والأفراح التي تشهدها مصر بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث تسود حالة من الفرحة في الشارع المصري تزامنا مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى حالة الفخر والاعتزاز التي ملأت قلوب المصريين ما نتج عنه زيادة الاصطفاف الوطنية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. مصر بتفرح، هكذا كان التعبير الأدق عن فائدة مشروع قناة السويس الجديدة. فرغم ضخامة المشروع وأهميته الاقتصادية، إلا أن حالة الاصطفاف الوطني التي أحدثها كانت النتيجة الأهم للمشروع. على مدار الأسبوعين الماضيين كانت حالة الفخر والسعادة ظاهرة على صفحات المصريين بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إطلاق رئاسة الجمهورية هاشتاج مصر بتفرح، والذي أصبح الأكثر تداولا على موقع تويتر بعد ساعة من إطلاقه في مصر والإمارات، والذي نشر من خلاله مصريون صورهم حاملين لافتات الفخر بالقناة والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي. حالة السعادة امتدت إلى الجاليات المصرية، فشارك المصريون بالخارج بصورهم في الاحتفال عبر الانترنت، كما تبرع الكثير منهم لوضع لافتات وعرض أفلام عن القناة الجديدة وأثرها في خدمة الاقتصاد العالمي، وكان أبرزها شاشات العرض في ميدان تايمز في نيويورك، أشهر ميادين العالمية. إنجاز القناة الجديدة لم يحصف فقط للفريق مهاب مميش أو الرئيس السيسي، وإنما ساهم فيه المصريون بتمويل المشروع عبر شهادات الاستثمار وعبر الدعم الشعبي المتواصل.